تشنشنت وعودكم المشبورة وتشأشأت الوقت. الله يرحم ديك الوالد، تفضل. شدنا ديك الكورونا. سيد الوزير، لقد تشنشنت وعودكم المشبورة وتشأشأت، واستشنت عهودكم التي شننتم على المواطنين، وتهرطقت بعدما تهركلت، حتى أصبحنا أمام حكومة الهوامش والتبريرات، وليست حكومة الكفاءات والحلول والبرامج. سيد الوزير، كان بودنا أن تأتي السيدة الوزيرة، أنت راجل خدام شغلك ومقيد دروسك، كنا بغينا تجي هي لتمثل أمام المؤسسة التشريعية وتجاوب على هذه الأسئلة هذا. ولكن الله يجزيك، الله يرحم، ولكن لن أذهب في التعقيب باللغة ديال الديب الشرف ولا ديال الحمير، ولكن أقول ما جاء في معلقة الأعشاء للسيد رئيس الحكومة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. والسيدة الوزيرة التي رفضت المثول هنا أن المواطن المغربي اكتوى بالغلاء ديال الأسعار وديال الزيت وديال الفلفلة وديال المازوت، وتيقول لها راه حتى الكريدي ديال الحانوت راه دار لنا أزمة كبيرة. لهذا نقول لها: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويلي. شكرا سيد الوزير، وحربش حربش إلى فكت هذه الحكومة هذه الأزمة.